الدنيا كي غايعيشها كبنادم، وإلا قرات الشغل غفل آخر ديناس ربي سبحانه إفكير غد الدين باش غيسقم ثودرثنا ماشي باش غيحرم ثودرث. ربي إفكير غد نعيش، لو كان ربي غيبغى غدي تسكر نعيش أي غادي يخلق غار الدنيا. الدين ديوسر باش غادي يحرم كل شيء، الدين يتحرمين يتضرون بنادم، يتحرمين يقلق ناري بنادم، باسكو العبد إذا ربي تيدي خلقا أنت كزغان شو سيلاقا. يقاد ربي القرآن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. العبد سيقارن يغار فيهن الحرام فيهن كذا، تبغي تقول ذم زون تصند خير ربي سبحانه. ربي ميك سخير الحاجة يصلح لنا، ما يوم رات سخير الحاجة ينفع لنا. المؤمن كي قلق ذي اللي غايت مثلا الإيمان ينس العقيدة ينس تبنو غفو يشتا جميع وينك تحرم ربي سبحانه ويتضرر وينك حضر ربي ينفع. أي مثلا لأن العبادة ذا السعد دين تدر في السنة قال معصية ربي سبحانه غاد تون طاعة غاد تون الأخر غاد تون الموت. يوم القيامة ذا شهر سنين ربي السنين شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. نشغل قدرينا ونشغل دي مولانا ونشغل الشينا نتو الأخر نتو اللقاء ربي سبحانه وتعالى. يبوتو ربي القرآن دايما نسمى الغراولي سيتنبيها يخدم لي ميزاجور يتفيرتي يا ربي سبحانه. يقرأ القرآن لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حذر ثكنت غور الدنيا تتسم الأخرى خاطر يوم القيامة غتيني من الخاسرين والعياذ بالله.